إذا بدنا اليوم نحل مثال على الشوبرز. الشوبرز في عندي أنا DC source. تذكروا إن الشوبر هو عبارة عن DC to DC converter اللي يحول DC يعملها controlling ويحولها ل DC. طبعاً DC هون راح تكون أقل من DC اللي موجودة هون. طريقة التحويل هي عن طريق pulse width modulation. عندي هون switch. السويتش هذا راح يصير أشغله أسكره وأطفي حتى يعطيني الفولتج المطلوب هون. راح يكون كDC فولتج أقل من الفولتج المطلوب هون. المطلوب إني أطلع V هون average, V RMS, I average, I RMS والباور اللي باخذها هذول. إذا المطلوب في الحالتين هذول اللي هم A و B, T on هون 1 ملي سكند و T on 3 ملي سكند. إذا المطلوب إنه أطلع V average unload, I average unload, V RMS unload, I RMS unload والباور اللي باخذها عماله هذول كلهم على. خلينا نفهم اول شيء ايش اللي عم بيصير. قديش الفريكونسي؟ 250 هرتز. 250 هرتز يعني قديش البيريود تبعت يعني اذا بنطلع هون عندي 250 هرتز، واحد على 250 رح تعطيني 4 ملي سكند. مضبوط. إذا هذه هون البيريود تبعتها، خليني اخذ كل مربع هون 1 ملي سكند، هي 1 2 3 4 راح يكون عندي هذه هون بيريود وهي كمان بيريود. في البدايه راح اشغله تي اون 1 ملي سكند، يعني شو بدي اعمل؟ راح اشغل الاي جي بي تي لمده 1 ملي سكند من كل 4 ملي سكند. 1 ملي سكند من كل 4 ملي سكند. تتذكروا احنا قلنا الديوتي سايكل شو بتساوي؟ بتساوي تي اون على كابيتال تي. مظبوط. كابيتال تي اللي هي ايش؟ الفور ملي سكندز اللي هي الفور ملي سكندز بالحاله هي بتساوي 1 على اف وتساوي 1 على 250 هرتز وتساوي 0.004 سكندز او 4 ملي سكندز. إذا الـ period 4 ملي سكند، هلا duration on راح تكون on for 1 ملي سكند و off for 3 ملي سكند، لكن بالحالة الثانية راح تصير عندي on for 3 ملي سكند و on for 1 ملي سكند. وتذكر في قانون أساسي مهم، عندي V average للload بتساوي V max مضروب في الديوتي سايكل، لكن الديوتي سايكل شو بتساوي؟ إذا بدلت محل T 1 على F بتصير تساوي Tn. إذا بإمكاني أحط هون V max T on في F frequency هذه هون الآن. هلا هون لأنه عندي pure resistive load، إيش العلاقة بين current والفولتج؟ مباشرة بس بقسم V على R بتعطيني I. شكل الويف فورم تبعت الكرنت إيش رح يكون شكلها؟ بتشبه الويف فورم تبعت الفولتج تمام. إذا خلينا نبدأ أول شيء للحالة A. بالحالة الأولى A رح يكون عندي V average بيساوي V max اللي هي قديش؟ 48 فولت. التي اون بتساوي 1 ملي سكند واف بتساوي 250 بيطلع معي 12 فولت. هذا اللي هو الافرج فولتج. شكل الويف فورم فولتج رح تكون زي هيك بس الافرج تبعها رح يكون 12 فولت. هلا في عندي قانون ثاني مهم اللي هو في ار ام اس رح يساوي في ماكس مضروب في جذر الديوتي سايكل ويساوي في ماكس في جذر تي 1. اذا لاحظوا الاختلاف بين الافرج والار ام اس. الافرج بضرب في تي اون اف، الار ام اس بضرب في جذر تي اون اف عشان لما بربع بتعطيني الباور الحقيقيه الموجوده بالسيجنال. اذا عندي هون في ار ام اس بالحاله الاولى بتساوي 48 في جذر 1 ملي سكند في 250 وتساوي تطلع 24 فولت. اذا هلا اي افريج لود شو بتساوي؟ اي افريج لود بتساوي في افريج لود على ار. في افريج شو بتساوي؟ 12. عندي 12 على 24 بتساوي نص امبير. لكن اي ار ام اس لود شو بتساوي؟ تساوي في ار ام اس على ار و
تساوي 24 على 24 وتساوي 1 امبير. هلا اذا بدي احسب الباور باللود مين بستعمل؟ الاي ار ام اس ولا الاي افرج؟ ار ام اس. اذا عندي البي للود تساوي اي ار ام اس لود تربيع في ار وتساوي قديش اي ار ام اس؟ 1 تربيع في 24 وتساوي 24. هذا الجواب الجزء الاول اللي هو تي ار الاول. ناخذ الجزء الثاني. الجزء الثاني كل اللي اختلف عندي ايش؟ صار عندي هون 3 ملي سكندز. اذا الان في افريج بتساوي 24 في 3 ملي سكند في 250، المفروض تكون 3 اضعاف القيمه الاولى مش هيك؟ فبدال 12 حتكون، لان هون في شيء عندي جذر تربيع 36 فولت. اذا اي افريج بتساوي 36 على 24 تساوي 1.5 في ار ام اس 250. في ار ام اس بتساوي 24 في جذر 3 10 تو ذا ماينس 3 250 وتساوي عندي شو بتطلع؟ بتطلع 20.7. جذر 3 على 2 موصول في 24 قديش؟ 20.7. 20.7 بتطلع فولت. واي ار اس بيساوي 20.7 على ار اللي هي 20.7. مضبوط حلك متاكد؟ مضبوط دكتور؟ نعم. بتطلع 13 24 في 3 ملي 250 في ار ام اس بتطلع في ما بتطلعش 3 اضعاف لانه هناك 48 بتطلعش 3 اضعاف بس بتطلع انا معي هون 41.6. في عندي انا شيء غلط ولا عندكم شيء غلط؟ بتاكد من هالحل. عندي بدي ابلود 3 ملي سكند 0.003 في 250 باخذهم كلهم تحت الجذر التربيعي وبعدين بضربهم في انا هون حاطط غلط 24 هاي مش هيك؟ هاي 48 نقصد في افرج دكتور فوق مو 36 في افرج في افرج تكون 18 هاي غلط كمان هاي لازم 24 48 انا هون مستعمل 48 هي 48 هون نفس الشيء هاي 48 فبتطلع هذا جواب مضبوط كان بس مضبوط لازم اضربه باثنين بس تمام انا حاطط 24 فبيطلع هاي قديش تطلع 41 اظن 41 ونص فبصير عندي هلا هون هذه 41.5 على ار فبتعطيك 41.5 على 24 بتعطيني 1.73 امبيرز. اذا الباور الان هاي على فكره جذر 3 بي بتساوي الان اي ار ام اس سكويرد ار بتساوي جذر 3 تربيع 24 هي 3 في 24 هي 2